أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم إلا أنه ما زال مرشحا للتراجع في ظل الطلب الضعيف في الأسواق. وفي لبنان سجل الذهب غير المصاغ الأسعار التالية: عيار 22 37 دولار و6 سنت، عيار 21 35 دولار و39 سنت، معيار 18 30 دولار و39 سنت. بلغت أونصة الذهب 1245 دولار و7 سنت. كيلو الذهب وصل إلى 40,049 دولار و26 سنت. تجددت المخاوف بشأن المعروض من النفط بسبب الأحداث في ليبيا، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 11 سنت ووصل إلى 111 دولار و66 سنت للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي 23 سنت ووصل إلى 93 دولار و45 سنت للبرميل. ديونكم وصلت إلى 60 مليار دولار، سبب هذه الديون هد وفساد ومحسوبيات ابتداء من الجمارك وصولا إلى كل مرافق الدولة. مع تصاعد الدين العام مقسما على عدد السكان، يظهر أن المواطن اللبناني يتوجب عليه أن يدفع في اليوم دولارين بصفته دافع ضرائب. فاحسبوا أنتم على مدار الشهر كم ستدفعون من جيوبكم بسبب الهدر والفساد. وللتذكير أيضا، التهريب عبر المرافق والمطار يخسر الخزينة العامة إيرادات جمركية تتجاوز مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا. وبعملية حسابية للزميل محمد زبيب، يوازي هذا المبلغ أجور مائة ألف عامل وعاملة يتقاضون متوسط أجر شهري يبلغ ألف دولار. وهذا المبلغ الذي يهدر بسبب التهريب يمكن أن يغطي نصف اللبنانيين المحرومين من الضمان الصحي. فهل من يحاسب؟ ما لم يفعله العرب فعله الاتحاد الأوروبي، فقد رفض الاتحاد مشاركة العدو الإسرائيلي في مشروع البحث العلمي هورايزن 2020 الأوروبي الذي يمنح العدو تمويلا بحجم 500 مليون يورو. وينبع هذا الرفض من العقوبات التي يفرضها الاتحاد على الشركات والمؤسسات في المستوطنات الإسرائيلية في غربي الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلة. فرنسا تبيع سلالم برج إيفل أجزاء. فقد أعلنت دار مزادات أورتوكرايل عن بيع جزء من سلالم برج إيفل في باريس إلى جامع تحف برتغالي بسعر 220 ألف يورو، ويتضمن 19 درجة كانت جزءا من السلالم التي تربط بين الطابقين الثاني والثالث في النصب الذي شيده جوستاف إيفل في المعرض العالمي في باريس عام 1889. وكانت إدارة البرج قد بدأت بتفكيك السلالم منذ عام 83 بسبب معايير السلامة العامة. هذا كل شيء ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.